أحبتي في المسيح، أرحب بكم مرة تانية وفقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح. اليوم حيكون كلامنا كيف تكون إنسان مؤثر، لأن هذه هي إرادة الرب لك في حياتك. لكن حنا في هذه الأيام صار عندنا خلط بسبب عدم الترابط بين الحياة اليومية والحياة اللي نبيها ونسعى لها في السماء. حياتنا على الأرض مش مكان للانتظار عشان بعد ما تموت تطلع الملكوت يعني الجنة، لا. لكن أنت موجود في هذه الحياة لسبب مهم جدا. لكن هذه المفاهيم جاءت لنا للأسف لما تسمع كلمات مثل حنا وطننا السماء، وحنا نطلب الآخرة ومش طلاب الدنيا، وغيرها من هذه الكلمات اللي تخلي الواحد يعتزل الناس ويطلب الآخرة فقط. طيب خلنا سوا نسأل السؤال المهم اللي كل الناس يسألوه، هو ليش أنت موجود الآن وتسمع وتشاهد هذه الحلقة وتسمع هذا الكلام في هذا الوقت وفي هذا المكان اللي أنت الآن جالس فيه؟ ليش أنت موجود بهالدنيا؟ ربنا جابنا لهذه الدنيا علشان نجتمع مع بعض. اسمع كلمة الرب يقول يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، أفسس 1:10. المسيح وصفنا بملح الأرض ونور العالم، متى 5:13-14. حنا موجودين علشان الناس تشوفنا ويتعلمون مننا، لأننا حنا بكل بساطة سفراء المسيح، كورنثوس 5:25. طب إيش هي معوقات هذا العمل العظيم وتأثيرك الإيجابي بالناس اللي حولك وقبيلتك وربعك؟ طبعا أكبر عدو للإنسان هو الخوف، ولكن أبشرك المسيح غلب أهم شيء يخاف الناس منه، المسيح غلب الموت، عبرانيين 2:14. وكمان هناك مفاهيم غلط يتداولها الناس فيما بيناتهم، مثل التقدم تعني أنه يكون عندك فلوس أكتر، والحرية أنك تسوي أي شيء تبيه، وطبعا هذا كله غلط. والصحيح أنك أنت تكون صاحب قرار والناس تقلدك ومش العكس، رومية 12:2. طيب الحين بعد ما تكلمنا وتخلصنا من المعوقات، خلنا نتكلم عن طريقة الحياة وكيف تعيش أنماط حياة مؤثرة. 1، تكون أنت صاحب المبادرة وتتعلم من المسيح. المسيح قال قد قيل لكم تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. شفت كيف أن المسيح صاحب مبادرة؟ المسيح يقول أن الناس تقول وتسوي، ما أقول أسوي مثلهم لا، لكن قال أنا أقول وسوي، مش أنك تقلد، ولكن كن أنت صاحب المبادرة إيجابية لأنك أنت سفير المسيح والناس تقلدك. 2، أخدم الآخرين لأن المسيح كده كان يسوي، والكتاب مليان بالأمثلة. 3، كن صادق مع الناس وكلامك كله زين ومليان نعمة وفايدة للناس. أحبتي في المسيح، صراحة تغيير الناس أمر صعب إذا ما كان مستحيل، لكن أبشرك هذا هو عمل المسيح. ولكن الرب يبيك أنت تكون جزء من هذا العمل المقدس. افرح لأنك مولود علشان تفرح وتكون أنت سبب فرح الناس اللي حولك وقبيلتك وربعك وخلاصهم بالمسيح يسوع. آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك؟ يوم أتأمل
في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك، يبدي الرب لي رحمته في النهار وفي الليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. كمسلمين كنا دائما نسمع أن النبي محمد مذكور في التوراة والإنجيل، وأنهم بشروا ببعثته بنبوات وإشارات ووصف دقيق مكن أهل الكتاب من التعرف عليه بسهولة شديدة وفي أي مرحلة من مراحل حياته وبمجرد النظر إليه. فتقول الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فبحيرة الراهب مثلا تعرف عليه من أول نظرة مع إنه كان صغير وقتها، وحذر عمه من تعرف اليهود عليه ومحاولة إيذائه. فكنت أتخيل وأنا أقرأ الآية إن أهل الكتاب تقريبا عندهم صورة ملونة لنبي الإسلام يتوارثونها أبا عن جد، ومن خلالها تعرفوا على هذا النبي بسهولة. لكن لأن طلع عربي ومش يهودي مثل ما كانوا ينتظرون، فأنكروه وجحدوا نبوته وحسدوا العرب عليه وحرفوا كتابهم عشان لا تدل على نبوته. فلما مسكت الكتاب المقدس في يدي كنت مهتم جدا ومن البداية أني أشوف إذا كان فعلا نبي الإسلام مذكور فيه أو لا، وإذا فعلا أهل الكتاب يعرفونه لكنهم ينكرونه ويخفون وجوده. والحقيقة أن محمد رسول الإسلام غير مذكور فعلا في الكتاب المقدس، وأنا شخصيا بحثت عنه في الكتاب المقدس وخصوصا في التوراة لين تعبت، لكن ما لقيت له أي أثر ولا شفت له لا صورة ملونة ولا حتى صورة أبيض وأسود. والكثير من العباقرة واللي بحثوا في الكتاب المقدس لم يجدوا أي أثر لهذا الرسول أو ذكر ممكن نستدل به عليه. وهذا اللي أحاول بالضبط أوصله للمسلمين وأقول لهم إن هذا الكلام غير صحيح وإن محمد مش موجود في التوراة، لكنهم مصرين إنه موجود. وإذا أعطيتهم الكتاب المقدس وطلبت منهم يوروني فين موجود، يكون الرد إن كتابكم محرف أصلاً، فمحمد مذكور في الكتاب المقدس الأصلي اللي مش عندكم. طيب تاهت ولقيناها، فين الكتاب المقدس الأصلي اللي فيه نبوة محمد؟ ما في إجابة ولا في أحد يعرف. يعني أدلتهم وبراهينهم على نبوة محمد من الكتاب المقدس براهين وأدلة مبنية على المجهول، أو بالأصح مبنية على المفقود، لكنهم في نفس الوقت مصرين وواثقين ومتأكدين إنه موجود في الكتاب المقدس ومية مية. والعجيب في الأمر إن الأدلة أو أدلة المسلمين على وجود محمد في الكتاب المقدس مش موجودة في مصادر مسيحية،
أو يهودية، لكنها دائما موجودة في مصادرهم الإسلامية، يعني إثبات حقيقة تخص اليهودية والمسيحية لكن من المصادر الإسلامية. والحقيقة أن التوراة من أولها إلى آخرها فعلا تتكلم عن مخلص يرسله الله للبشر، والكتاب المقدس فعلا مليان بالنبوات والأوصاف اللي تخص هذا الشخص بعينه، وفيها تفصيلات وعلامات كثيرة تشمل زمانه ومكان ظهوره وبداية خدمته وعن خلاصه اللي جاي يقدمه للعالم. نبوءات بعضها مستحيلة لكنها حتمية، حتى يكون أمر الاختلاف فيه أمر غير وارد وشبه مستحيل. شخص يصفه الكتاب المقدس بدقة متناهية وبأوصاف لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص واحد بس، يعني مش يعرفون أكثر من عيالهم إلا يعرفون أكثر من أنفسهم. فخلينا نشوف هذه النبوات ونحكم إذا كانت تنطبق على نبي الإسلام أو على شخص ثاني، وهل طلع هذا الشخص أو المفروض ننتظر ظهوره. وأول هذه النبوءات هي أن هذا الشخص يأتي عن طريق الولادة. تقول النبوءة: يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفه. أشعية 9:6. وهنا ممكن واحد يطلع ويقول لي: وخير يا طير، يعني إيش الجديد في إنه يجي مولود؟ هذه مش نبوءة، فكلنا جايين مولودين. وهنا أقول له: طول بالك علي شوي، فالجديد يا حبيبي هي الولادة الإعجازية لهذا الشخص واسمه المميز الفريد. فهذا المخلص الموعود يجي مولود من عذراء بدون أب، تخيل، نعم بدون أب، كحالة وحيدة وفريدة ومستحيلة منذ خلق الله الكون إلى يومنا هذا، وكتحدي مستحيل يتوه الناس فيه أو ينكروه أو يحتجون عليه أو يقولون ما سمعنا عنه. تقول نبوءة أشعياء: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وعمانوئيل تعني الله معنا. فهل يا ترى ولدت العذراء أو بعدها ما ولدت؟ يعني لو أحد سأل عن الوحيد في التاريخ اللي ولد بدون أب، فالكل بيجاوب بيقول مين؟ خلني أساعدك، مين اللي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال: كذلك قال ربك وهو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هل عرفت من المقصود؟ إذا عرفته أو ما عرفته كمل الحلقة وأكيد بتتعرف عليه. نكمل تتبعنا للنبوات ونشوف مكان ميلاد هذا المخلص. فهل يولد في مكة أو في العراق أو في مصر؟ مذكور في سفر ميخا: أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فمع أن العذراء كانت تعيش في الناصرة، إلا أن المخلص يولد في بيت لحم لتتحقق وتتأكد النبوءة، يعني ما يولد في مكة. ولا زيادة في الدقة حددت النبوات النسب الأرضي والجسدي لهذا المولود، وإن يكون من نسب يعقوب: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب في إسرائيل. ويحدده أكثر إنه من سبط يهوذا، لا يزول قضيب من يهوذا أو مشترع من بين رجليه حتى يأتي وله يكون خضوع الشعوب. وعشان ما نضيع يحدده أكثر ويعطيني شوي زوم بأن من نسب يسى، ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. ويحدده أكثر وأكثر إن من نسب داود بالتحديد: وها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك كملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. وتذكر النبوات إن الجليل هي مكان بداية خدمته
تقول النبوءة: أرض زبلون وأرض نفتالي، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض الظلام ظلام الموت أشرق عليهم نور. وتقول النبوة إن الله بيرسل قبل هذا المخلص نبي يهيئ له طريقه. تقول النبوءة: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. وفي أشعياء: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. وهذا بالضبط الوارد في القرآن: إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذا كان بالضبط دور نبي يحيى أو يوحنا، أن يجهز الناس لخروج المخلص الموعود مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدق لكلمة الله. فهل تعرف مين كلمة الله؟ ولا نكمل النبوات ومن التوراة. وعن النبوات الخاصة بمعجزات يقول أشعياء: حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس. فهذا الآتي من الله يشفي الأعمى والأعرج ويبرئ الأبرص والأكمأ بكلمة، ويغفر للناس خطاياهم ويحمل أوجاعهم، كما يصفه أشعياء ويقول: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وأيضا تقول النبوءات إن هذا المخلص سيصلب ويسقى خلا ويقترعون على ثيابه: ثقبوا يدي ورجلي أحصوا كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. والحقيقة إن يصعب علي جدا ذكر كل النبوءات الخاصة بهذا المخلص وسردها في حلقة واحدة، لأنها كثيرة جدا وما يسعني الوقت لذكرها. نبوات تشمل ظروف ميلاده وتعاليمه ودخوله لأورشليم وظروف القبض عليه وخيانة يهوذا له وصلبه وتقسيم ملابسه، والكثير الكثير من النبوءات اللي تحققت كلها وبالتفصيل وبكل دقة في شخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع المسيح وحده. فما كانت قصة السيد المسيح منذ ولادته حتى صعوده إلا تحقيق لسيناريو ونبوءات كتبت منذ مئات السنين. فهو المولود من عذراء، وهو عمانوئيل، وهو المولود في بيت لحم، وهو المنسوب جسديا لداود بن يسى من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق. بدأ خدمته من الجليل ونادى بقدومه صوت صارخ في البرية يوحنا المعمدان، به فتحت العيون وشفى الأعرج، وتعجب منه جميع الشعب وقالوا: ما رأينا مثل هذا قط في إسرائيل. رفضوه اليهود وتآمروا عليه وقرروا التخلص منه، فخانه يهوذا الإسخريوطي الذي أكل خبزه، وهو الحامل لأوجاعنا والمصلوب لأجل خطايانا، هو من ثقبوا يديه ورجليه وسقوه خلا واقترعوا على ثيابه. إنه المسيح يا سادة، المسيح والمسيح فقط تجسدت فيه كل نبوءات العهد القديم، وبه تحققت كل البشارات. هو رجاؤنا وسلامنا وحبيبنا ومخلصنا، هو الوحيد الفريد المحب العظيم يسوع المسيح قطعا، ومش حد ثاني. أعزائي المشاهدين، نعم نعرفه كما نعرف أنفسنا، لكن لا ننكره ولن ننكره ما كنا أحياء ولن نظل فيه. عرفناه وشهدنا له، جاء وأكمل، ولا ينبغي لأحد الخلاص إلا به. فصلي وصوم وقاتل واكره واحقد، لكن تأكد أنك ولن تعرف الله إلا بالسيد المسيح. مهما سويت ومهما فعلت ومهما قلت، فهو الطريق الوحيد المؤدي إلى الله وليس سواه. فلو كانت آخرتك تهمك، فقرأ التوراة وتأكد بنفسك بمن تنبأت، وشوف مين خلاص، شوف فين خلاصك الوحيد.
أنا كنت أبحث عن محمد في التوراة لكني لم أجده، ووجدت السيد المسيح. ولا تقول أو تعتقد أنهم حرفوا أو شالوا اسم محمد أو بدلوه، لأنه فعلا غير موجود أصلا. وعلى فكرة أنا تكلمت عن موضوع إثبات عدم تحريف الكتاب المقدس في حلقات سابقة، لو تحب ترجع له وتتأكد بنفسك. والآن شكرا لكم وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة، ويا أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية رب المجد يسوع المسيح، إله الحب والبركات والفرح. اليوم ومع فقرة جديدة من روائع الإنجيل، حنتكلم عن موقف للمسيح مع واحدة حرمة زانية. روح الرب يقول في إنجيل يوحنا والإصحاح الثامن قصة واحدة حرمة زانية، واتمسكت وهي تزني، وجابوها جماعة من اليهود الملتزمين علشان يشوفون كيف المسيح بيحكم عليها، لأنه حسب الشريعة اليهودية هي لازم تترجم. لكن المسيح قال لهم: من منكم بلا خطية فليرجمها بحجر، يوحنا 8 الآيات 6 و7. فخرجوا كلهم من قدام المسيح، وبقي يسوع وحده والحرمة، وقال لها: وين اللي يبون يرجمونك؟ قالت له: كلهم خرجوا ما في ولا واحد منهم. فقالها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. يوحنا 8 الآيات 9-11. نشوف بهالقصة أن الفريسيين هدول يعني اليهود الملتزمين، جابوا حرمة وهي تزني وعليها شهود علشان يسألون المسيح عن حكمه عليها. هم ما جابوها علشان هم طاهرين ولا حريصين على الآداب والعفة، لكنهم جابوها علشانها حرمة وضعيفة، وقدوا أنه أغواها الشيطان علشان يأخذون من رجمها والتشهير بها وسيلة علشان يمسكون غلطة على المسيح، لأنهم كانوا ضده وضد تعاليمه. فكانوا يحاولون أنه يوقعوا به ويوهقونه بأي طريقة ممكنة يعني للقضاء عليه وعلى رسالته، سواء كان ذلك عن طريق تصرف خاطئ أو كلمة أو غيرها. هم جوا إليه واستخدموا ضعف هذه الحرمة المسكينة مثل وقود لنيرانهم وحقدهم على المسيح. هم ما يهتمون إذا قلبها انكسر وانفضحت، جابوها وحطوها وين؟ حطوها بالوسط علشان الكل يشوفها، وكأنهم يهنون نفسهم على سقوط غيرهم، وطلبوا من المسيح أن يعطي رأيه. لكن المسيح شعر بخبثهم فما جاوبهم، لأنه لو قال ارجموها ساعتها يتهمونه بالاعتداء على حقوق القيصر، حسب يوحنا 18 الآية 31. وإن قال عفو عنها نسبوا إليه تهمة كسر شريعة موسى، علشان كده انحنى يسوع وما جاوبهم. وبعد شوي قال لهم: من منكم بلا خطية فليرمها بحجر. وبهذه الجملة حطهم المسيح في قفص الاتهام، ولما نبههم ضميرهم شعر كل واحد منهم انه خاطئ. المسيح ما عقب الحرمة الزانية لانه شاف على اساس انها مثل بقية المذنبين اللي يرتكبون انواع اخرى من الخطايا، فالزنا خطية مثله مثل القتل، مثله مثل السرقة والاعتداء على الغير والثرثرة والحط من قيمة الناس، وكل فكر شرير وكل تصرف شاذ هو خطية. فكل عمل شرير يسويه الإنسان هو خطية، ومش بس الزنا وحده. وختم المسيح كلامه معها وقال لها: اذهبي ولا تخطئي،
وهنا حذر المسيح الحرمة بأن لا تخطئ مرة تانية، ولزوم تتوب، لأن التوبة شيء أساسي في حياة كل إنسان، لأن الإنسان خاطئ بطبيعته بغض النظر عن نوع الخطية. فإذا هذا الإنسان ما سوى خطية بالعمل، عم يسويها بالقول أو بالفكر، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، رومية 3:23. اللي يعمل الخطية هو عبد للخطية حسب يوحنا 8:34، ويضيف الكتاب ويقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يوحنا 8:36. وبهذا الصدد يقول الإنجيل المقدس لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم، يوحنا 3:17. فالمسيح يبي الحرمة تقطع صلتها بالماضي المظلم وتتوب وتنظر إلى الأمام، إلى المستقبل المنير والخلاص والغفران من الخطية. فكل إنسان خاطئ يتخلص من خطيته بالتوبة الصادقة ويحصل على غفران الخطايا بواسطة المسيح المخلص اللي جاء علشان يفدي البشر من لعنة الخطية، كما أن المسيح ما جاء علشان يدين بل ليخلص ما قد هلك، متى 18:11 ولوقا 19:56. أحبتي في المسيح، المختصر المفيد من هذه القصة بلاش تدينون بعضكم البعض، ولكن كل واحد منكم يفحص نفسه ويحاسبها ويعمل على أن يتصرف وكأن المسيح دوم معك، وإذا أخطأت أو تعثرت مش مشكلة، توب وقوم وكمل طريقك، والرب يسوع يكون معك اليوم وكل يوم. آمين.